الاستناد تقدم لكم الشيخ رابح المرداسي في قصيدة مهداة للشيخ ميلود الديلاري والشيخ بن هيبة البوقيراطي وصديقي الشيخ عماري بن دنيا. نصيق الوطوع نقتل فرق سهم يذول الويل الوطوع تجري وانتي ميلا انا معك عقلي رواحي ميل الموطو مصنوع من الالة انت اللي شكل حي الجليل سبحان ما خلق الله تعالى يزين والبهاء وسر الجميل سبحان ما خلق الله تعالى يزين والبهاء وسر الجميل يسر والبهاء والعين المذفلة والقد واللماها سروال طويل افلام خنثة يا مريولة وداها اللباس اللي عصرين تقمس اللسايا ناكل نخلة وتبني لها يا مصاري سبحان ما خلق الله تعالى ربو في الشبوب انا يا بصاري واتني نعينا يلي كحلا ادت لي العقل هنا يا صبري خلق الله تعالى ربو في الشبوب انا يا بصري قوتني من العين اللي كحلا ادت لي العقل انا يا صبري ادت لي العقل ضط في الله بثالا اللي يشوفها ما يرقدش الليل مول الغرام ما يهنا يا رجالا اني سبب ضري القلب بيلا مول الغرام ما يهنا يا رجالا اني سبب ضري والقلب بيل قوات عيني انا هذا الغزالة لهبت نارها وبدات مشاعيل خلات نارها في قلبي شعالة خلاتني معدم بالحب طيلة. هذه هدية خاصة مني لفرقة راس جنات خاصة الأخي صديقي الشيخ حسن القهواجي يوم ما ننساش اللي صار هدية محمد عقليك أبو زبدة وخونا ياسين ميتش خلات نراها في قلبي شعالة خلاتني معدم بالحب عطيل فجور قلت ليها يا زيت الحالة راني عليك ان الجاية عظم الفيل الحين يا انا وجبتني هي قالت واش تبغي عندي قلت ليها المازوزية باغي معاك يا نانو في قصدي قالت لي انتم بدوية مو حالة توصل حدي قلت لها غلطتي فيا اه ما شفتي ضرب زنادي يا حنا ضد الجهلية حنا مطوعين هي اللي عادية قول
كانت لها غلطي فيا ما شفتي ضرب النادي يا هنا ضد الجهلية احنا مطوعين اللي عدي احنا مطوعين العدية الجهالة يا هنا اهل الشجاعة من الجيل الجيل ما شفتي بعينك يوم انت الجهلة ما شفتي عرب ضرابين وحيل ما شفتي فرايح نسا والولا في خيلها يصادي في عقب الليلة شها وضج عرب الرحالة فشفتي زاها وركود الخيل القوقف العرب عديان الرسالة اللي غلطك ما يعرف تاويل سودي وموجيك عطاتك الدلة زين وكي يضبع الطنوبيل